وبعد ما كملنا هذا الدف شوفوه قدامكم، حطينا له زناجيل ترتيبات، يعني المهم بين لنا هذا الدف وصلنا فكرة حلوة، حتى لو ما وصلنا، لأن هذا يعني تجيب جلد، والجلد صعب تجيبه، يعني اكو ناس تجيب مال ابقار او مال غير شيء جلود على مود هذا يطلع صوت قوي، فاحنا استخدمنا نايلون، اكو بيهم يستخدمون اشعه ويربطونها ويطلع بيها صوت عالي، فاحنا يعني اشياء يعني بسيطه وصنعنا هذا الدف. شوفه طلع البدر علينا، يعني المهم وصلنا الفكره حلوه. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين، وياكم حيدر الشمري، واليوم مقطعنا كلش حلو. اشكركم على تفاعلكم، واليوم مقطعنا شنو مقطعنا؟ هذا التعليق هنا من احدى المتابعين، قالوا لي حيدر اصنع لنا دف، فراح اصنع لكم دف وبطريقة كلش سهلة موجودة بالبيت وتستخدمها بأدوات بسيطة، وان شاء الله تقدر اي شيء شنو ببالك تقدر تصنعه وبكل سهوله. واهم شيء تفاعلكم وتعليقاتكم واي شيء تريدونه راح انشره جديد، وانتظرونا مقاطع كلش حلوه عن قريب ان شاء الله راح انشرها لكم، بس ان شاء الله اكمل امتحانات وبوقت الفراغ انشر لكم اي شيء. لايك واشتراك وسبسكرايب وخليكم ويانا بالمقطع. عندنا هنا قربيب، هذا القربيب اللي يسوون بيه الرمل، هذا الغربية تكثر بالزناجيل او كيفك حسب اللي انت تريده. هسه شو نسوي؟ عندنا هذا الدف خلصناه، عندنا هذا الدف، فعندنا هذا الدف خلصناه، فيا شباب نزرف لنا هنا فوق نانا، او تقدر تزرف او تخلي نانا برقي على مود يشيلها ذني، او هنا انا براقي نرتبها ونرجع لها.
عندي هنا هذا السلك، هذا السلك الكهرباء، السلك او واير مال الكهرباء فافون. عندنا هاي السرنجة نسوي عليها شكل دائري، شوفوا شلون سوينا هذني، شلون هذا ولا بالكتر هنا. بس صارت حلقة نسويهن كلهن ونرجع لكم.